السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. طبعا بنعتذر لكم على التأخير لاستماعنا لهذا الخطاب الجميل الرائع من رئيسنا وحبيبنا دكتور محمد مرسي، ربنا يحفظه ويحفظ جميع أهل مصر، اللهم آمين يا رب العالمين. الليلة دي الحقيقة ليلة وترية، ليلة 25 رمضان. تعرفين طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر منها، ولكن الحقيقة من خلال بقى الاستقراء والواقع اللي عشناه خلال السنوات الطويلة اللي فاتت، كان أغلب ليالي القدر، أغلبها ما بقولش كلها، أغلب ليالي القدر كانت بتأتي ليلة 25 أو ليلة 27. النهاردة ليلة 25، نرجو الله سبحانه وتعالى إنها تكون ليلة القدر، إن ما كانش كده يبقى ليلة 27. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولذلك هنتكلم النهاردة عن ليلة القدر من خلال قول المولى عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تعالوا بقى نتعايش مع تلك الآيات ومع بعض التساؤلات الجميلة جدا اللي بتشغل أذهان ناس كتيرة جدا عن ليلة القدر. إيه إن أنزلناه في ليلة القدر؟ أنزلناه عيد على القرآن، يعني بدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر. طيب، هل نزول القرآن كله نزل كله في ليلة القدر؟ نزل القرآن جميعا بلا استثناء من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بدأ بعد ذلك جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن منجما حسب الحوادث والأحوال وحسب الظروف وأسباب النزول على قلب النبي صلى الله عليه وسلم طوال 23 سنة. يبقى إن أنزلناه في ليلة القدر، أي بدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر، أو أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كما أخبر الحق جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر. أسئلة وتساؤلات كتيرة جدا أكيد بتخطر على بال ناس كتيرة جدا بيحبوا يسألوها عن ليلة القدر. ليلة القدر هل هي مكافأة ربانية؟ يقينا أي نعم. خد بالك من حاجة، في إنسان ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. في واحد مثلا يكون مثلا شغال في شركة معينة، واخد بالك، أو مثلا صاحب شركة معينة، نعيد السؤال نقول لي صاحب شركة معينة، صاحب الشركة ده عنده ناس شغالين في الشركة ثابتين طول السنة ليل ونهار شغالين معاه، بينتجوا ما شاء الله وبيحركوا الشركة وبيكسبوها دول بيبقوا آخر سنة ليهم حوافز ومكافآت. وفي واحد ممكن يروح الشركة كده ايه بعقد لمدة اسبوع ويمشي، تلات ايام ويمشي، اربع ايام ويمشي، يعني ده في الغالب بيحرم من المكافآت لانه ايه، لانه مش متعين في الشركة. هي دي المسألة، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. واحد شغال مع ربنا بقى ليل ونهار ما شاء الله، عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قراية قرآن، صلاة، زكاة، حج ان استطاع، بر والدين، صلة ارحام، تبليغ دعوة ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ده لابد يكون لي مكافآت منه طبعا وتفضل من المولى عز وجل وليس إجبارا على الحق سبحانه وتعالى. ففي مكافآت، من بين المكافآت ليلة القدر، ليلة القدر اللي لما الإنسان يوفق إليها. لسه هقول لكم دلوقتي الموضوع مش زي ما أنتم متخيلين. لما بنسمع الآية خذوا بالكم لفظ الآية واضح جدا، ولفظ الآية له دلالات. لما المولى عز وجل يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، الله، طب هو ربنا مش كان قادر يقول ليلة القدر بألف شهر؟ لأن يعني كتير جدا جدا من الناس يقولوا إيه، يقول لك وليلة القدر توازي 83 سنة وست شهور ومش عارفه كم يوم. الموضوع مش كده خالص بالمرة، لأن يعني إحنا لو حسبناها بالحسبة دي يبقى لابد يكون لفظ الآية ليلة القدر بألف شهر. الله، وهي ليلة القدر مش بألف شهر؟ لا طبعا مش بألف شهر. أمال بقد إيه؟ بمليون ولا حتى مليون؟ طب بمليار ولا حتى مليار؟ أمال بإيه؟ لا يعلم قدر ليلة القدر إلا الله. احفظوا الجملة دي، لا يعلم قدر ليلة القدر إلا الله سبحانه وتعالى.
زي ما بنقول يا جماعة لا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. إحنا مهما وصفنا في النبي ومهما تكلمنا عن النبي ومهما ألفنا كتب عن النبي ومهما عملنا حلقات ورسائل ووعنا، والله العظيم ما هنعرف قدر النبي، لأنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. خد بالك بقى برضو نفس الحكاية في ليلة القدر. ليلة القدر دي من المكافآت التي خبأ الله أجرها على عبادي، لأنها مفاجأة يوم القيامة، حاجة كده إيه لا تخطر على قلب بشر. والدليل على هذا إن 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 صيام رمضان لا يعرف أجره إلا الله سبحانه وتعالى. حد فيكم عارف أجر صيام رمضان؟ والله ما حد يعرف، حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما قال نقل لنا الحديث القدسي، قال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أجر الصيام؟ والله العظيم لم يذكر. ده ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يعني مثلا إيه واحد من علية القوم في الدنيا بيقول لك مكافئتك بقى عندي أنا، ومش هقول لك بقى، ومفاجأة: ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات والأرض. اللي قال في الحديث القدسي اللي رواه مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. خزائن ربنا ملأة لا تنفد أبدا سبحانه وتعالى، سواء خزائن أمور الدنيا أو خزائن الحسنات والأجر والمثوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. فصيام من الصبر، وربنا قال عن أهل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي يصب عليهم الأجر صبا ولا يعرف أحد قدر لا الصبر ولا قدر الصيام ولا قدر ليلة القدر. ولذلك ربنا أبهمها، قال: ليلة القدر خير. خير دي نكرة، نكرة من أجل التعظيم ولا التحقير؟ لا، من أجل التعظيم. إيه اللي دلنا على كده؟ السياق من المقيدات كما يقول أهل العلم، لما المولى عز وجل تكلم عن اليهود وقال إيه: ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، أهي نكرة من أجل التحقير أي حياة. طب لما تكلم عن أهل الإيمان قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، برضو نكرة لكن من أجل التعظيم، لأنه أردف معها كلمة قال: فلنحيينه حياة طيبة. الله، زي برضو نفس الحكاية، زي لما النبي عليه السلام يعني حينما دخل عليه كعب بن مالك الذي تخلف عن غزو تبوك، قال كعب: فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب، تبسم بس مغضب، زعلان مش مبسوط. أما سيدنا سليمان لما النملة قالت للنمل: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى إذن الكلمة تيجي في جملة تساوي معنى، وتيجي في جملة تانية تساوي معنى تاني خالص. فالعلماء قالوا السياق من المقيدات. خد بالك، فالمولى عز وجل قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. ركز معايا بقى في الحتة المهمة ديت، ليلة القدر خير من ألف شهر. طب ليه ربنا ما قالش بمليون شهر؟ ليه ما قالش بمليار شهر؟ قال لك: لأن العرب اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون لغة المليون ولغة المليار والفيل والأرنب والحاجات اللي احنا نعرفها والديناصورات دي، هم كانواش يعرفوا غير لغة الألف. ولذلك اقرأ بقى واحد زي حالاتي مثلا، عايش بقى له 22 سنة في وسط كتب بقى السير والتواريخ والتراجم، عمرك ما هتلاقي لفظ مليون ولا مليار موجود في الكتب دي خالص. آخر لفظ هو الألف. حتى الواحد لما يكون عنده مليون يقول لك ايه؟ يقول لك: عندي ألف ألف. أبو الإمام البخاري لما جاء عند الموت راح بعت لابنه قال له: تعالى يا ابني والله لقد تركت لك ألف ألف لا أعلم درهما فيه شبهة. يا سلام، يعني عايز أقول له تركت لك مليون بس ما أعرفش لغة المليون. فخاطب المولى عز وجل أهل العرب باللغة التي يفهمونها والرقم الذي يفهموه، فقال لهم: ليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى إذن ليلة القدر لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. نرجع للسؤال: هل هي مكافأة ربانية؟ نعم، مكافأة ربانية. واعلم إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقطع رزقه عن عباده أبدا أبدا، مستحيل. أبواب الرزق يعني التي لا تخطر على قلب بشر. الطفل هو جنين في بطن أمه، ملوش غير مصدر رزق واحد يجيله منه: الهواء والأكل والشرب. خد بالك، اللي هو الحبل السري. حبل السري هيتولد الطفل، خد بالك، يبقى هينقطع
الحبل السر بيقطعوه بيقصوه بالمقص، يبقى انقطع سبب الرزق، فربنا يخلف عليه ضعف سبب الرزق فيعطيه ثديين للأم، يرضع من ده شوية ويرضع من ده شوية، واخد بالك؟ يبقى ربنا حرمه من سبب رزق فأعطاه سببين. الولد دوت أو البنت ديت، الطفل دوت بعد سنتين بالظبط هيتحرم من سبب الرزق ده اللي هو الثديين، هيتحرم من سببين، واخد بالك؟ لأنه خلاص هيتفطم ولازم يبتدي ياكل، فربنا سبحانه وتعالى يمنع عنه سببين للرزق فيعطيه أربع أسباب اللي هم طعامان وشرابان. النبات واللحوم دول الطعامان، والشراب اللي هو الماء واللبن، والماء بقى يندرج منه بقى العصاير والأكل والعصاير والمشروبات وكل ده، واللبن هو اللبن لوحده، واخد بالك؟ طيب الإنسان ده بقى عاش حياته، سواء عاش بقى 20 سنة 30 سنة 60 سنة، خلاص انتهى عمره هيموت، فانقطع أسباب الرزق الأربعة، فيخلف الله عليه ضعف ذلك ضعف تلك الأسباب، فيعطيه أبواب الجنة الثمانية. الله، يبقى حبل سري ينقطع، يبقى فيه ثديين من الأم يرضع منهم الطفل ينقطع عند الفطام، يبقى يأكل حاجتين ويشرب حاجتين، دول أربع أسباب رزق، هيموت، يبقى ربنا يخلف له بأبواب الجنة الثمانية. قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإحنا قلنا بكده حبيبي إن أنواع الجزاء ثلاثة، لما ربنا بيكرمنا وبيخاطبنا بأمر الجزاء بيخاطبنا بأمر الجزاء على ثلاث أنواع: نوع إحنا شفناه وسمعنا عنه وتعايشنا معه فيخاطبنا به صراحة مع الفارق بين ده وبين ده، زي إيه؟ الدنيا فيها نخل وزيتون ورمان وعنب وكل الأنواع الفواكه ديت، فربنا برضو يخبرنا إن الجنة فيها نخل وزيتون ورمان، واخد بالك؟ ولكن شتان ما بين هذا وما بين ذاك، كما قال ابن عباس: ليس هناك تشابه بين فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة إلا الأسماء فقط. هنا ده اسمه عنب وهناك اسمه عنب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في حديثة الكسوف لما قال للصحابة: لقد رأيت الجنة وهممت أن أقطف عنقودا من العنب ولو أخذ توه خبالك لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يا خبر أبيض عن عود واحد، لو النبي كان شده وجابه كانت الأمة كلها بجميع مشاربها وجميع شعوبها وجميع اختلافاتها وأممها على وجه الأرض لحد يوم القيامة يأكلوا من عنقود واحد ما يخلصهوش. ده عنقود عنب وده عنب وده عنب، النهاردة بيجيب كيلو العنب بتحطه لسه هتقسم، ولد واحد بيكون قام بالواجب. شو بقى عنقود عنب تأكل منه الأمة إلى قيام الساعة. يبقى إذن لما يكون الأمر أنت شفته أو سمعت عنه فربنا يخاطبك بإيه؟ صراحة. طب النوع الثاني حاجة أنت ما شفتهاش ولا سمعت عنها لكن ممكن تتخيلها، يعني لو قلت لك إيه؟ تخيل حضرتك إن في عربية ممكن يعملوها فتطير في السماء، انت ما شفتش عربية بتطير لكن ممكن تقعد تتخيل كده، والله حلو قوي عربية يخلوا البيبان بتاعتها بسوسة كده وتعمل زي الجناحات ويبقى ليها من ورا مش عارف عاملة ازاي والشكمانات ازاي والموتور ازاي، ممكن تطير، ليه ما تطيرش اذا كانت الطيارة ما هي برضو عاملة زي العربية وبتطير، واخد بالك؟ فربنا يخاطبك بهذا النوع على سبيل المثل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. الله، إذن حضرتك ما شفتش مية لم تأسن، انت عارف البحار والأخديد والحاجات اللي في الدنيا موجودة ازاي، او المية عموما بتبقى موجودة ايه؟ في اخدود، في حفرة، مية المحيط، مية البحر، مية النهر، مية الترع حتى موجودة في حفرة. في الجنة لأ، ما فيش حفر في الجنة، في الجنة المية تمشي على سطح ارض الجنة، خد بالك؟ وتبقى المية عاملة كده زي القبة كده، سبحان الملك، ما تدلقش يمين ولا شمال، ما تدلقش ولا يطلع منها نقطة واحدة، والمية لا تأسن ولا تتغير على مرور ملايين السنين. اللبن نفس الحكاية، مش أبدا ولا يقطع ولا يعمل شرش ولا يعمل أي حاجة. الخمر لذة للشاربين ولا يتغير أبدا، والعسل مصفى ما شاء الله، مش محتاج أن أنت تمرره بمراحل التصفية عشان تطلع منه الشوائب وتبتدي تتناوله زي ما بيحصل في الدنيا، ولا يغبر أبدا العسل ولا يتأثر أبدا. في الجنة حضرتك وسيادتك ومعاليك، وبقول لك الثلاث كلمات دولت لأنك أنت هتبقى ملك في الجنة، ملوك فعلا في الجنة، هتبقى حضرتك وحضرتك وكل واحد فينا في الجنة، ليه أربع أنهار في الجنة خاصين بينا إحنا لوحدنا كده، نهر من لبن، نهر من ماء، نهر من خمر، نهر من عسل. تعالوا نكمل موضوعنا عن الأجر، ولكن طب فاضل نص دقيقة نكمل فيها. بقى النوع الأول اللي هو إيه؟ اللي هو حاجة شفتها فربنا بيخاطبك بيها صراحة، التانية على سبيل المثل، الحاجة التالتة حاجة لا شفتها
ولا سمعت عنها ولا ممكن عقلك يجيبها، فربنا سبحانه وتعالى يسكت عنها لأن عقلك مش هيجيبها. زي إيه؟ زي لما ربنا بيوصف الأرائك التي يجلس عليه أهل الجنة، قال بطائنها من استبرق، البطانة بتاعت الأريكة من أرق وأجمل أنواع الحرير، أمال الظهارة يبقى شكلها إيه؟ سكت الحق عنها لأن عقلك لا يمكن يجيب. كذلك سكت الحق جل وعلا عن أجر الصبر وأجر الصيام وأجر ليلة القدر. تعالوا نكمل ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. لما نقرأ في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين، رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتيدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوف فضل ليلة القدر. السؤال الثاني، السؤال الأولاني، هل ليلة القدر مكافأة ربانية؟ طبعا نعم، ومكافأة ربانية كبيرة لا تخطر على قلب بشر. طيب إيه هو فضل ليلة القدر؟ رقم واحد، عد معايا: ليلة مباركة، كل حاجة فيها بركة، بركة في الطاعة، بركة في العمر، بركة في الرزق، بركة في حب الناس لبعضهم، بركة في أي عبادة تعملها في اللحظة دي. ليلة القدر احنا قلنا يا جماعة كما قال المولى عز وجل خير من ألف شهر، يعني اللي يمكن تسويها بألف شهر هي لا يوازيها مليارات السنين. ورغم ذلك لو حتى سلمنا بأن بعض الناس فهمتها أن ليلة القدر بألف شهر، يعني الركعة الواحدة فيها يا مسلمين بستين ألف ركعة، والتسبيحة بستين ألف تسبيحة، والاستغفار بستين ألف استغفار، والآية بستين ألف آية، اوعى تفوتها. وصدقوني والله ما عرفش هو إحساس قلبي، يعني ليس علما بالغيب، ولكن قلبي حاسس إنها ليلادي، وما كانتش ليلادي وما كنتش أنا مصيب في رأي ده، يبقى إن شاء الله ليلة 27 وإحنا مع بعض. طبعا ليلادي وليلة 27 وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. وليلة 27 مش هتكون بقى حلقة آية وحكاية، يعني إن شاء الله نكون على الهوا معاكم أنا وأخويا الشيخ خالد عبد الله وبعض المشايخ، ربنا يبارك فيكم، ونحتفل مع بعض بقى بليلة القدر. يا رب غنمنا وإياكم ليلة القدر. أرجوكم لسانكم ما يفطرش ليلادي أبدا عن إيه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب اعفو عنا جميعا يا رب العالمين. يبقى ليلة القدر ليلة مباركة، قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة كلها بركة. ربنا يا رب يغنمنا وإياكم ببركة هذه الليلة المباركة. الحاجة الثانية قلنا إن العمل فيها أفضل من ألف شهر، خير من ألف شهر. الحاجة الثالثة بتكتب مقادير الخلائق كلها من السنة للسنة في ليلة القدر، قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. مقاديرك، هتنجح، هتتجوز مين، هتخلف ايه، ربنا هيرزقك بفلوس قد ايه، هتصلي كم ركعة، هتصوم كم يوم، هتسبح كم تسبيحة، هتعمل ايه، هيصيبك ايه، يحصل لك ايه. خلي الليلة ليلة طاعة، عشان الطاعة دي ربنا يجعلها شفاعة ليك في ان لا يصيبك الا كل خير طوال السنة من ليلة القدر الى ليلة القدر التانية. فيها يفرق كل امر حكيم. تخيل ان ليلادي تتكتب مقادير الخلائق، ممكن يتكتب اسم الليلادي في عداد الموتى اللي هيموتوا السنة دي وأنا معرفش، فلازم أستعد وأتجهز وأقرب من ربنا أكتر وأكتر، واستثمر كل لحظة في طاعة ربنا لأن فيها يفرق كل أمر حكيم. أطلب من ربنا في ليلة القدر إن ربنا يقضي لك الخير، أنت وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل مصر وأهل سوريا والدنيا كلها. أطلب من ربنا إن ربنا يقضي لنا ويقدر لنا الخير كله في هذه الليلة عشان نعيش أجمل سنة السنة اللي جاية. وأنا قلبي حاسس إن شاء الله خلال أيام تتحرر سوريا، وخلال أيام تستقر الأمة الإسلامية إن شاء الله، وخلال السنة دي إن شاء الله تعيش الأمة الإسلامية العصر الذهبي ليها، ويعود مرة تانية المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى فيها يفرق كل أمر حكيم. إن الحاجة الرابعة أو الفضل الرابع لليلة القدر إن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن
أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي 1000 مليار مبروك، الصفحة بتاعتك والصحيفة بتاعتك بقت بيضة زي الفل بفضل الله سبحانه وتعالى، أبيض من التوب اللي أنا لابسه دوت، علشان تبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، تملاها طاعة وتملاها عبادة، وتبعد نفسك عن التشاحن والخصام. ربنا يا رب يغنمنا وإياكم كل الخير. طيب السؤال الثالث، يا ترى ليلة القدر خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كان في ليلة قدر لكل أمة من الأمم السابقة؟ ذهب الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى أن ليلة القدر خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إيه السبب؟ إن يروى في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن رجل من بني إسرائيل خرج بسيفه مجاهدا في سبيل الله 1000 شهر ثم عاد. فزي ما تقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقاصر أمته، قد تقاصر أعمار أمتي، فشكى إلى المولى عز وجل: يا رب أعمار أمتي قصيرة وأعمالها قليلة، فيعني أكرمهم، يعني أكرمهم بحاجة تعوضهم عن قصر العمر ده وعن قلة الأعمال، لأن عمرهم قصير. إذا كان ده راح 1000 شهر يعني 83 سنة ولا 84 سنة بيجاهد، فالأمة دي هتجاهد قد إيه بالمنظر ده؟ فأنزل المولى عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، لو حد من المسلمين أمها خير من 1000 شهر اللي كان بيجاهد فيها ذلك الفارس. فضل من ربنا سبحانه وتعالى، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. الله، طب ليه احنا بقى ما عرفناش ليلة القدر؟ هو مش ليلة القدر كان عارفها النبي؟ اي نعم، والله العظيم النبي كان عارفها، ونزل جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ليلة القدر ليلة كذا. وليه لم تتوهش؟ ده هم كلهم 10 ليالي. فلو جبريل عليه السلام قال له دي ليلة 27 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو أي ليلة من الليالي ديت، كان الموضوع يعني ما يتنسيش يعني. ولكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل. في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وهو في بيت عائشة، وخرج وهو عارف ليلة القدر، خارج يفرح الأمة، ويا ما فرح الأمة صلى الله عليه وسلم، ويا ما هيفرحها يوم القيامة بأنه يشفع للأمة الجميلة المباركة الطيبة. فرايح النبي عليه الصلاة والسلام وخارج من بيته داخل المسجد علشان يفرح الأمة ويقول لهم ليلة القدر ليلة كذا عشان تكسبوها وتغنموها، لقى 2 من الصحابة بيتشحنوا وبيتخصموا وصوتهم عيني على بعض وبيتخانقوا مع بعض. فرفعت ليلة القدر من ذهن النبي، نسيها، مع ان حاجة ما تتنسيش. يعني لو جبريل قال له دي ليلة 27 خارج شاف 2 بيتخانقوا مع بعض، هل ليلة 27 تتنسي؟ لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى انها تتمسح من ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي ولسه عايز يقول لهم ليلة القدر ليلة كذا، رفع العلم بليلة القدر، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بتلك الليلة، ولكن أمرنا أن نتحرى تلك الليلة في 10 الأواخر في الوتر منها، ليلة 21 23 25 27 29. ودي فايدة كبيرة أو نطلع منها، كفاية تشاحن بقى وكفاية خصام، ما تيجي نسامح بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البياقي بإسناد الحسن: إن الله عز وجل يطلع ليلة النصف من شعبان على عباده، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ما تيجي نتصافى، ما تيجي نتصالح، قول لي أنا أصالحه؟ ابن مين في مصر ده عشان أروح أصالحه؟ هو مش عارف أنا مين؟ هي كده الشيطان هو اللي بيقول لنا كده، خد بالك. لا 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 لا، انسى الكلام ده خالص. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثاني بيقول: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أبوس إيدك، روح صالح أخوك. واحد تخاصم مع علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب ده كان أمير المؤمنين، فراجل بعت له رسالة: يا أمير المؤمنين تعال فصالحني، فوالله إنك لخير مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فما ينفعش أنا اللي أبدأك لأن أنت أحسن مني. ما تيجي نتصافى ونصفي قلوبنا، وتيجي نتصالح الليلة دي عشان ما نتحرمش من المغفرة. لحسن خد بالك، من موانع المغفرة في الليلة الكريمة دي التشاحن. واحد مخاصم واحد، زعلانين مع بعض، تخيل هيقوم ليلة القدر وهيصلي وهيقول يا رب وهيبكي
وهيسبح وهيقرأ قرآن وهيستغفر وهيقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فسيأتيك الرد، لو عفوت لعفوت عنك. هي كده، النبي قال كده، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. لو هتسامح أخوك ربنا هيسامحك، ولو مش هتسامحه بكل أسف وبقولها لك من قلبي مش هيسامحك. فعشان كده تعالوا نتصافى. لو أخوك بعيد عنك بالتليفون، حتى بالتليفون كده وسلم عليه، ابعت له رسالة صالحه. لو هو مرضيش يصالحك مش مشكلة، انت عملت اللي عليك وخدت الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، وانت أحسن منه 1,000,000,000 مرة. يمكن يكون إنسان قلبه أسود وما بينفعش انه يسامح بسهولة وما بيصفاش أبدا أبدا، انت معلكش ذنب، صالحه، وحتى لو رفض انت اللي كسبان. طبعا في حاجات كتيرة جدا في ليلة القدر هنكملها بكرة إن شاء الله، لأن الوقت الحقيقة خلص والوقت معاكم بيجري بسرعة. بشكر إخواني في القناة هنا، لأن الحقيقة تحملوا الكثير عشان كان في الخطاب طبعا خد فترة كبيرة وطلعنا متأخرين، وبعتذر لإخواني اللي جايين من بعدي المشايخ الأفاضل ربنا يحفظهم، وبشكر أخويا الأستاذ حمدي السيد ربنا يحفظه ويبارك فيه، وبشكر كل إخواني اللي موجودين معايا في الاستوديو، وبشكر كل القائمين على هذه القناة المباركة، وبشكركم جميعا. وادعوا لنا وندعي لكم ليلة القدر، ما تنسوش اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ما تناموش، صلوا، اسجدوا لله، استغفروا، قولوا الدعاء دوت، وادعوا البعض، وادعوا الأهل سوريا. ربنا يحفظنا يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب